انطلاقة لإحداث المجمع التكنولوجي. الهدف من هذا المجمع وهو تقوية السيادة التكنولوجية في بلادنا. أنتم عارفين بأنه كانت هنالك تطورات تكنولوجية جديدة ومتسارعة، هنالك كذلك التغيرات المناخية والضرورة التأقلم مع هذه التغيرات، هنالك كذلك الإشكاليات التي عشناها مع الحرب ديال أوكرانيا وكذلك مع التداعيات كوفيد. كل ذلك يستدعي منا أن تكون هنالك سيادة تكنولوجية قوية في مجال البناء والأشغال العمومية ومجال كذلك الهندسة المياه والمجال المتعلق كذلك بالأرصاد الجوية والموانئ. وفي هذا الإطار فهذا المجمع غيلعب واحد الدور أساسي من أجل تقوية الخبرة الوطنية، من أجل جعل الدولة أنها تكون مرجع في المجال التكنولوجي، ومن أجل أن نعمل كذلك لتقوية التكوين والتكوين المستمر داخل الوزارة، والعمل كذلك على تقوية البحث العلمي التطبيقي وجعل كذلك الخبرات داخل الوزارة تساهم كذلك في هذا البحث العلمي والاستعانة كذلك بخبراء دوليين من أجل تقوية هذا الرصيد التقني داخل الوزارة وداخل المنظومة الاقتصادية المتعلقة بالبناء وأشغال العمومية وكذلك هندسة المياه. هذا المشروع الكبير فهو في الواقع محطة أساسية لأولا ضمان الترابط ما بين الأجيال، ضمان كذلك خبرات مستقبلية التي ستقوم بأدوار أساسية، وبالتالي من ضروري الانطلاقة من تكوين ومن تكوين الأساسي من خلال المدرسة ديال الحسنية للأشغال العمومية، من خلال المعاهد ديال التكوين المهني في مجال ديال الأشغال العمومية، ومن خلال كذلك الأكاديميات الوطنية في وكذلك الخبرات الدولية ديال المغاربة اللي هما تيكونوا في الخارج باش كذلك يساهموا في هذا العمل الهادف إلى تقوية الخبرة الوطنية والمساهمة في تنزيل الأوراش الكبرى الذي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس أيده الله. يوم نحضر يوم تاريخي ويوم مهم، حيث بمبادرة من وزارة التجهيز والماء التي كانت عبر التاريخ المغربي وزارة عبارة عن مشتل للكفاءات والمهارات، وخرج منها عدة أطر قاموا وأنيطت لهم مسؤوليات كبرى في البلاد. هذه السمعة الطيبة لهذه الوزارة وهذا التاريخ الحافل اليوم أظن أنه سيكون يوم ترسيخ وتدعيم هذا التاريخ بمقاربة مستدامة تجعل من الكفاءات وتكوينها واستمرارية المهارات المختلفة في العديد من أنشطة الوزارة تتنمى. نحن اليوم كفيدرالية للاستشارة والهندسة التي تجمع مكاتب الدراسة والهندسة والمختبرات والافتحاص، نحن اليوم متواجدون كجزء لا يتجزأ ومهم من المنظومة الإيكوسيستم، المنظومة التجهيز والماء والمنشآت بصفة عامة، ونحن نؤمن بأن أي مهارة وأي مستوى تقني لا يمكن التحصل عليه إلا من خلال أولا تقييم وافتحاص ذاتي للقدرات، وذلك ما فعلته الوزارة في السنة الماضية والتي تم خضع عليها هذا البرنامج. ثانيا والشيء المهم هو التفاعل بين المتداخلين في أي مشروع، فأهم تكوين علاوة على التكوين الأساسي الأولي، أهم تكوين هو التكوين المستمر، وهذا التكوين المستمر لا يتأتى إلا بالتفاعل بين المتداخلين، التفاعل اليومي الميداني، يعني التفاعل بين رجل الإدارة، بين المسير، بين مكتب الاستشارة والهندسة، بين المختبر وبين المقاومة.
المحاولة التي تقوم بالعمل، فهذا التفاعل هو الذي يجعل المستوى يتنمى. من ناحية أخرى هناك أيضا الاستفادة من القيمة المضافة التي قد يقدمها متدخل ما سواء كان وطنيا أو أجنبيا. فالمتدخل الأجنبي لابد أن يكون له قيمة مضافة حتى نستفيد من هذه القيمة ونطورها ونمغربها.